لا نتحدث إلى أين وصلت، نتحدث على أنه اللجنة بشكل عام هي بدأت في تناول المواضيع، ولكن طبعا أول حاجة ما يجري بحثه في اللجنة هو سري، ولن نعلن عنه إلا كجزء من التقرير النهائي، فيما عدا إذا ظهرت حاجات تستدعي يعني مثلا إعلام في الجرائد حيحدث على كل من لديه بينة، أو في النت كل من لديه بينة كل عن ما تم ممكن يتقدم ويجي اللجنة. لكن كمرحلة نتحدث كمرحلة، نحن الآن في مرحلة الإعداد اللوجستي. هذه اللجنة بتحتاج لدعم كبير جدا ولمالية كبيرة، لأنه نحن 7 أشخاص حقوقيين كلنا، لكن طبعا في مناصب مختلفة. مرانا 7 لا نستطيع حتى التحري، لا نستطيع أن نتحرى في كل الوقائع. نحن نتحدث عن شهداء فوق 100 وعن مختفين. طيب كيف تصلوا يعني؟ ما لازم عايزين أن إحنا يكون يعني تحت اللجنة كوادر مساعدة. هي يعني حيكون في التحريات دي مثلا عايزة متحرين، عايزة وأيضا اللجنة حتتوزع يعني في مسائل لوجستية عايزة يعني أشياء كثيرة، عايزة كادر إداري، عايزة كادر سكرتارية، دائرة يعني حاجات مقابلات مختلفة للناس، دائرة كوادر فنية يعني مثلا زي الفيديوهات الكثيرة دي هي مقبولة. لكن فرق بين أنك تقول الفيديو مقبول كبينة هو مقبول، ولكن ده لا يعني وزنه شنو، لأنه بعد أن يقبل وتفحص اللجنة قد لا يكون عنده وزن، بمعنى أنه قد يكون مزور، قد يكون مركب، قد يكون أخفى حاجات مقطع. فده بيحتاج، أنا ما بعرف ده، أنا بحتاج لفني يوري الكلام ده. طيب بما أنكم طيبة لحياة طيبة.